السلام عليكم. الأسبوع الماضي يوم الأربعاء بقول لكم هالموقف اللي حصل معاي، موقف مضحك. قبل أن ندخل في الجريمة، رحت مع أحد الأصدقاء لأني على معرفة في مسؤول. المسؤول هذا في قمة الاحترام والرقي، إنسان أنا طبعا أمدحه عشان يسمعني الحين. المهم رحنا توسط له، يعني عنده معاملة بسيطة. فأنا صار لي أكثر من 15 سنة ما شفته، هو يعرفني من بعيد وتليفونات بيننا، وما شاء الله هو ترقى صار مسؤول كبير، يعني مسؤول يعني في أحد الجهات الحكومية. المهم دخلنا عنده ذاك اليوم يوم الأربعاء الماضي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا مرحبا. وأنا على معرفة في قديمة، يعني ما شاء الله صاير كبير بشي بيقول لي ويضحك يعني. فهو من ضمن السوالف، لأني أنا عارف أنه هو يتابعني ويعني مبسوط على المحتوى اللي أقدمه، فيقول لي يعني ما شاء الله عليك وأنت كذا، ويمدحني. وتعرف يعني بما أنه صديقي أكيد بيمدحني، يعني فيمدحني ويقول لي ما شاء الله وأنا أتابعك وأسمع قصصك وعاجبتني ومن هالكلام. وأنا شنو أسوي نفسي أني يعني مستحي، يعني أني يعني خجول. لأن بسبة هالسالفة سويت لي حركة ماني قادر أمسك نفسي من الضحك. صار لي الآن 4 أيام كل ما أذكر الحركة اللي أنا سويتها أضحك، لا شعوريا، يعني وين ما أقعد أضحك. فأنا سوي نفسي يعني إيه، ومنزل راسي ومستحي ويطول بعمرك ومشكور وهذا يسعدني ويشرفني ومن هالكلام. المهم خلصنا المعاملة وإحنا طالعين من مكتبة، يلا مشكور طال عمرك ما قصرت الله يعطيك العافية ومن هالكلام. طلعت يعني أنا أول واحد قام من الكرسي، وقام صديقي، مشينا مع بعض باتجاه باب المكتب عشان نطلع من المكتب. مكتبه ما شاء الله كبير. توقعوا انا شنو سويت. اول ما جيت عند الباب عشان افتح باب المكتب عشان اطلع، يعني مسوي نفسي يعني اني يعني في هاي كلاس، يعني انه جنتل وشي شوي شوي قاعد امشي ويعطيك العافيه وكذي، التفت عليه يعطيك العافيه يعني اودعه. لما وصلت عند الباب، أول ما وصلت عند الباب، يعني الشيء الطبيعي إن الواحد بيطلع من المكتب يفتح الباب ويطلع، صح؟ أنا سويت، أنا يعني من زود الذرابة والرقي اللي دخلت فيه، دخلت جو يعني من كثر ما مدحني. قبل لا أطلع من الباب أو أمسك يدة الباب، قمت وسويت نفسي يعني ذرب، يعني طقيت ضربت الباب، ضربت. شفت شلون واحد يعني يستأذن يدخل المكتب؟ انا سويتها العكس، ابي اطلع من المكتب قمت وضربت الباب كذي وفتحت الباب وطلعت. يا الله صاحبي معاي مات من الضحك، قال لي انت شفيك؟ ليش ضربت الباب واحنا طالعين؟ يعني قال صدق اني سمعت المسؤول هذا يقول سمعت ضحكته، يعني كأنه ضحك، يقول يعني حتى انا استغربت، يقول اكيد سمعك. قال لي ليش سويت الحركة هذه؟ قلت له والله العظيم بسوي نفسي ذرب، يعني دشيت بجو الذراب. حسيت نفسي اني كأني توني بدخل المكتب، ما ادري ليش ضربت الباب. المهم قعدنا نضحك، وضحك المستمعون والكل مبسوط وسعيد والحمد لله. المهم ندخل في قصة الجريمة، أدري ما لها علاقة بس قلت ألطف الجو. في قضية حصلت في الجزائر عام 2006. القضية هذه من غرابتها وبشاعتها وحقارتها ما في محامي وافق انه يترافع فيها. الكل يقول لا 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 مستحيل مستحيل انا
أترافع ولا أدافع في هالقضية هذه، لدرجة أن المحكمة لما جت الجلسة وكلت للمتهمين محامي. تعرف القاضي يطلب من المحكمة في الجلسة يعني أي محامي موجود يقول له تعال ترافع، بس يسجل اسمه يعني شكليا، يعني هو يعني أو المحكمة توكل محامي من الموجودين يعني المحامين اللي متواجدين أثناء الجلسة. لما يوكلون واحد في الجلسة يوقف عند القاضي يقدم اعتذار، يقول حق القاضي الله يخليك حضرة القاضي اسمح لي أرجوك أنك تقبل اعتذار، لأنه ما يصير واحد يرد طلب القاضي، لكن يقدر يقدم طلب اعتذار ويبدي أسبابه. يعني زين ايش فيهم هذول؟ ايش دعوة؟ شنو القضية هذه اللي يعني الكل يحاول أنه يتملص منها ويخاف منها؟ في رجل وزوجته، هذا رجل اسمه سمير وزوجته اسمها خديجة، متزوجين وعندهم بنت اسمها نور، هم المتهمين سمير وخديجة. هذول شو مسوين؟ أنا أقول لكم شو مسوين. سمير يتكلم في المحكمة يدافع عن نفسه، قال له يا حضرة القاضي أنا قتلت أم زوجتي، المرأة اللي عمرها 76 سنة، وهذه من أهل مدينة حسين داي معروفة في الجزائر. قال ليش قتلتها؟ قال يا حضرة القاضي أنا أعرف أن القتل شيء سيء ويعاقب عليه الشرع والقانون، ولا ممكن حتى يعني في جميع الأعرافنا شيء غير مقبول، لكن يا حضرة القاضي الغير مقبول أن أم زوجتي تبي تخرب بيتي بطريقة بشعة وحقارة. قال شلون؟ قال أنا متزوج وعندي بنت والحمد لله مستقرين والحياة بسيطة وماشين ونكد فيها الدنيا، لكن أم زوجتي وهي امرأة ثرية وعايشة في بيت بروحها وعندها خير من رب العالمين، لكن طماعة وتدور يعني الدرهم. قال شلون؟ قال تحاول ان تدخل زوجتي في عالم الدعارة من اجل المال، على كثر اللي عندها وتحن وتزن على زوجتي اللي هي خديجة، وحتى وهي متزوجة تبي تدخلها في الدعارة. لذلك انا يوم الايام ما تحملت اللي قاعد يصير ورحت لها البيت وصار شد وجذب، وقالت لي مو بكيفك وغصب عليك اشغلها معاي في الدعارة، فقمت وضربتها وماتت ومرة كبيرة ما تحملت. اتمنى انكم ما صدقتوا هالكلام، لان هذا كلام متهم، والمتهم اكيد يقعد يقص علينا يقص على المحكمة، لكن وين يروح؟ في ادلة وفي اثباتات وفي يبين تحقيق يبين هل هذا الكلام اللي قاعد يقوله الآن بو سامرة سمير هذا صحيح ولا مو صحيح؟ لكن طلع مو صحيح، يخرب بيتك يا سمير. الحقيقة اللي صدمت المحامين وصدمت كل اللي شاف هالقضية وبعدهم عن الموضوع أن سمير أحقر من الحقارة، واللي أحقر منه زوجته خديجة هذا. ليش؟ برجعكم إلى 22 سنة قبل القضية، قبل 2006 ب22 سنة. هذه اللي هي خديجة لما كان عمرها سنتين، أمها وأبوها أو أمها بالأحرى رمتها في دار الأيتام، رمتها عند الباب وهدت ومشت. قامت هذه المرأة العجوز قبل لا يكون يعني قبل لا يكون عمرها بستة وسبعين سنة باثنين وعشرين سنة، ارجعوا يعني كان عمرها تقريبا 54. عيالها كلهم كبروا وبناتها تزوجوا وكل واحدة راحت بحال سبيلها، وعيالها ما شاء الله عندهم خير من رب العالمين من زوجها اللي ورثته طبعا هذا العجوز،
وصار البيت فاضي. قامت وراحت دار الأيتام وتبنت منه خديجة، وهي اللي سمتها خديجة، كان عمرها شهرين. خدتها وربتها لين صار عمرها 17 سنة، ما قصرت معاها. لما صار عمرها 17 سنة والبنت بدت تشوف الدنيا، وهذه المرأة العجوز ثرية، فكانت تنفق عليها اللبس، أكل، طلعات، كلية، يعني قصدي دراسة اللي انت بتوصلها للكلية، كانت تعطيها كل اللي تمناه علشان تكمل طموحاتها في الحياة. لكن لما صار عمرها 17 سنة وصارت تطلع وتروح وتجي، تعرفت على منو؟ على سمير هلقشر. هذا خربها على منو؟ علمها أو أمها في التبني. قام يأخذها معاه برا وتبات عنده وكذا، يوم درت الأم زعلت وصارت مشاكل. المهم بعد غيابها ب4-5 أشهر رجعت لأمها قالت لي يبا أنا خلاص راح بتزوج. يعني الأم كانت رافضة لكن تزوجت من سمير غصبا على العجوز، قالت لها ما أشوف إن شاء الله، تزوجتي خلاص الله يسر عليك، روحي بحال سبيلك. لكن هذه صارت تتردد عليها لأن سمير عطالي بطالي، رجال ما عنده، ما عند جدي يعني ما عند، لا والله جدي عنده، ما عنده شيء يعني، يعني مسكين، لا وظيفة لا دراسة لا شيء، لا حد يعني، ما عنده مصدر. فصاروا كل ما احتاجوا فلوس يروح يقول حق خديجة روحي حق أمك العجوز هذه خل تعطينا شيء، وهذه تروح تأخذ منها، وهذيك تعطيهم بالقطارة، مع أنها يعني كارها سمير ولكنها تحن على هالبنت، هذه تحن عليها صج أنها عارضتها، وصج أنها يعني ربتها وهي صغيرة لين كبرت وما قصرت معاها، وهذه بالنهاية ما سمعت كلامها لكن إلى الآن تحبها. فصارت تعطيها وهذيك تعطي منه سمير. سمير يأخذها يتعاطى، يجيب مرات حشيش وكذا ويخلي خديجة تعاطى معاه، يعني سوى أسرة يعني فاسدة ما منها فايدة. العجوز يوم شافتهم يعني بهالقمة من الوقاحة وقلة الأدب وعندهم بنت لا يراعونها ولا شيء، ويأخذون الفلوس يتعاطون ويخربطون، قالت خلاص أنا ما راح أعطيكم مرة ثانية. لين يوم الأيام اكتشف سمير إن هالعجوز هذه مسجلة جزء كبير من أملاكها باسم خديجة، لكن حاطة وصية إن الأملاك هذه ما تنتقل باسم خديجة إلا بعد وفاتها، يعني ما تتم هالوصية إلا لما تموت العجوز. هو درب هالسالفة، والظاهر العجوز هي اللي قالت حق خديجة، يعني خديجة قامت تقول لها أنت صرتي ما تحبين، تقول أنا ما أحبك، أنا أصلا مسجلة باسمك أملاك وكذا، لكن الوصية هذه ما تنفذ إلا بعد وفاتي، وأنا خايفة عليك، وهذا زوجك ما هو مضبوط. الظاهر راحت قالت حق سمير، ومن يوم هيتمنون أن تموت العجوز بأي لحظة، ما ماتت، طولت معاه، وهذا محتاج فلوس، وتعرفون اللي تعاطى المخدرات يصبح مثل الجحش أو أشد دناءة يعني، فيبي فلوس، وحاط بباله أن هذه تملك زوجته، هي تملك لكن مع وقف التنفيذ لين تموت العجوز. المهم يروح لذاك اليوم حق العجوز، قال أنت يعني ليش ما تنفذين الوصية وخلي الأملاك تنتقل باسم خديجة، وخليني أنا أداريها وأنا اللي يعني أكون مدير أعمالها وما راح أقصر. قالت له نعم، اطلع برا، ترى أنا لأني أحب خديجة رغم أنها عارضتني ورغم أنها ما سمعت كلامي ورغم أنها كذا، لكني أحبها وأنا مسجل أملاك، وما تنتقل الأملاك إلا بعد وفاتي، ومستحيل أحط شيء بإيدك أنت. قال لها ماشي، طردته وطلع. راح حق منه؟ راح حق خديجة. خديجة مثل يعني هذا لاعب فيها اللعب، يعني يمشيها يمين يسار ومسيطر عليها سيطرة يعني مو طبيعية. قال اسمعيني، هذا شكلها أمك ما راح تموت، وما راح انتهن بال يعني الورث اللي انت بتاخذينه، وهذه للآن ما ماتت يعني شو نسوي؟
قالت خلاص يعني احنا يعني هي يعني جزاها الله خير اصلا بتعطيني يعني. وهي عارف ان ما هي امي وانا عارف ان يعني هي متبنيتني يعني, يعني جزاها الله خير حاطة شيء باسمي تبينا بعد ندي عليها انها تموت ولا ما تموت كيف تبي تعطيني. قال لا 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 احنا محتاجين فلوس ولازم نعيش وكذا. قالت لي يعني شلون شو اسوي؟ قال لها في حل. شنو الحل؟ قال الحل ان نقتلها. طالع مصدومة صدق؟ قال اي نعم. قالت لا مستحيل انا مستحيل ادخل معاك في مثل هالامور هذه. قال لها انا نفذ لكن لازم تكونين معي. قالت له مستحيل. قال لها لا تقدرين صدقيني تقدرين لما التعاطين وتكونين منتشية صدقيني تسوين كل شيء. وفعلا خلاها ذاك اليوم تتعاطى لين البنت غيبت. قالت له يلا امش ويروحون عند العجوز وصار بينهم شد وجذب بالكلام. ويقوم هذا سمير ويكسر رجل طاولة. تعرفون أقدام الطاولة هذه الأربعة؟ خذ واحدة فيهم ويضرب العجوز ضربة على رأسها وسقطت والأهي ميتة. لكن من بشاعة اللي سووها قامت هذه خديجة مع سمير ويسحبونها يسحبون جثتها للمطبخ ويقطعون جثة العجوز قطع قطع ما خلوا فيها شبر وكوموا هاللحم كله بكيس كبير وحطوه في شنطة. طبعا العجوز يقولك طولها 170 متر و70 وزنها فوق 80 شلون قطعوها وحطوها في شنطة إلى الآن مصدومين العالم. ما لكم بالطويلة حطوها في شنطة وخبوها عندهم في بيتهم شالوها غصب وحطوها في السيارة لين راحوا فيها البيت ورجعوا بيتها ونظفوا وقعدوا ينظفون فترة طويلة. الجثة قعدت عندهم في الشنطة داخل بيتهم 5 أيام والوضع كان عندهم عادي ينامون ويصحون وعادي عادي علشان بس إنه متى يعني يتخلصون من آثار الجثة ويبدون يسوون الفيلم المعتاد اللي دائما يظهر لنا في كثير من الجرائم إنه يبدون يبكون ويدورون ويبحثون وبعدين تنتهي السالفة ويورثون والوصية تنتقل لها. المهم بعد 5 أيام سمير يبي يشيل الحين شنطة يبي ينقلها إلى أحد الأماكن علشان يخبيها. وين يدور يفكر يفكر يفكر. اليوم السادس قبل ينقل الشنطة قال أنا ممكن إني أرميها داخل المقبرة. في عندهم مقبرة هناك. فقال بروح لها أول شيء أجيس النبض أو إني أشوف الوضع. هل في رقابة حارس في أكثر من مدخل للمقبرة بدون ما حد يشوفني؟ وفعلا راح وقعد يحوم حوالين المقبرة يحوم 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 ورجع للبيت وجاب الشنطة وقعد يشيل الشنطة انكسر ظهره من كثر ما يشيلها وينزلها ويشيلها وينزلها لين جاء عند المقبرة ودخل من الباب ويمشي داخل المقبرة. طلع في واحد من اللي ساكنين في أحد العمارات المطلة على المقبرة قاعد يشوف المنظر. شافه في البداية وهو يحوم. هذا الظاهر من النوع اللي تعرفون اللي دائما قاعد على البلكونة يشوف الرايح والراد ويشيك على الناس وعارف سوالف الجيران كلهم. هذا النوعية هذا. فهذا شافه قاعد يحوم 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 يطالع من فوق وراح. بعدين رجع هو نفس الشخص معاه شنطة ثقيلة جدا يشيلها وينزلها يشيلها وينزلها لين دخل المقبرة ورماها بين القبور. نزل على طول هالرجل هذا طبعا مشى هذا الشخص مشى نزل هذا اللي ساكن اللي فوق وبلغ حارس المقبرة وراحوا شافوا الشنطة فعلا ولا هي جثة مقطعة. بلغوا السلطات الأمنية وقعدوا يدورون رفعوا البصمات لين عرفوا هوية هالمرأة اللي هي العجوز الله يرحمها. وبعدين عاد او طبعا عطاهم مواصفات من المشتبهين منه يدورون عيالها كذا جابوا بنتها جابوا زوج بنتها ولا هذا هو. قال اي نعم هذا هو الشخص اللي كان شايل الحقيب. المهم اعترف واعترف على زوجته وبنته خذوها اقاربهم ان يربونها لكن هذول الزوجة
والزوج خديجة وسمير اعترفوا بالقضية ان هم اللي قتلوها وسبب القتل. طبعا في البداية كانوا يقولون شنو، طلعوا سالفة ان كانت تجبرهم على الدعارة، كل هذا كذب. بعدين اعترف ان على سالفة الفلوس، وطالع فعلا المرأة العجوز كانت حاطت لها وصية بنقل املاكها، لكن يتم تنفيذ الوصية بعد وفاته وهي مكفو ربتها، لكنها ربت حية حسبي الله ونعم الوكيل. مالكم بطويلة، تم الحكم على خديجة وعلى سمير بالإعدام، لكن أنا حاولت أدور تنفيذ حكم الإعدام ما في، يمكن متوقف عندهم وإلى الآن مسجونين. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.